بغيت نذكر بالسياق اللي خدينا فيها الحكومة بالتدبير ديال الشأن العام. جينا في تأخر ديال تنزيل البرامج اللي كانت من قبل. جينا في واحد الضفية ديال الجفاف وقلة الأمطار. جينا في ضفية ديال الأزمة العالمية. جينا في ضفية ديال التضخم وديال الانفلاسيون. ولكن الحمد لله الصوابية ديال الإجراءات الحكومية غامية إلى مواجهة التضخم والإصلاحات اللي مكنت من تحسن الأداء الاقتصاد الوطني هي كثيرة، غادي نتكلم لكم عليها. وانتم شفتوا بأنه، وقالها السيد الوزير، بأنه احنا عندنا واحد لوكاب على الأولويات ديالنا اللي هما كتعرفوهم الصحة والتشغيل والتعليم، ولكن في نفس الوقت كنعالجوا المشاكل كلها اللي جات بلا ما نتشطنوا على لو غيست، كنبقاو خدامين في هادو. ولكن كان عندنا اجتماعات، انا بنفسي ترأست على الاقل ثلاثه اربعه الاجتماعات مع السيد الوزير ديال الفلاحه الوقت اللي كانت الاشكاليه العالميه ديال التضخم باش نحاولوا نلقاو اجوبه. انتم الحمد لله كتشوفوا اليوم رغم قلت الماء وقلت هذا بانه الاسواق هي يعني ستابيليزي يعني فيما يخص الاثمنه. جينا بدعم المقاولات. اولا قبل من هذا الدعم ديال القطاع السياحي ما تسنيناش، هي سالت الازمه ودخلنا للعمل، درنا الدعم الاول ومن بعد درنا الدعم الثاني ديال 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 الخريطه ديال الطريق ديال السياحه. وانتم كتشوفوا اليوم الحمد لله يعني التدفق ديال السياح ديالنا، السياح ديال العالم على بلادنا، وكيفاش كتشوفوا بانه تقريبا وصلنا ل 6 مليون ونص ديال السياح في شهر جوان. ودونك غادي نمشيو لارقام اللي هي جد مهمه بالنسبه لاخر السنه. كذلك درنا اصلاح ضريبي يعني متمثل في القانون 2023، كوراجو، صعيب صعيب لانه ولكن دو الحمد لله انه شرحنا يعني المقاولات بانه هذاك الشيء في صالحهم، في صالح المغرب، في صالح انه تكون واحد العداله اللي هي اجتماعيه.